تمشي بعيد في هذا الدومين هذا خصك تقرا الماركتينغ ولا بد. فديجا في البودكاست تما كما كتشوفوا كنقول واحد القضيه هي انايا ما قريتش الماركتينغ في شي ايكول ولكن راه قريت الماركتينغ ستيج عليا في الدار وقريت من واحد من احسن الماركترز في العالم سميتو ايبن بيغان. سميت الفورماسيون ديالو اللي كنت خديتها ديك الساعه فابور ما كانوش عندي فلوس خديتها من تورنت. من بعد تا كبرت ومشيت للامريكان وتعرفت عليه وعاد خلصت واحد الدوره اخرى. المهم هذا ماشي هو موضوعنا اليوم. المهم هو خصك تقرا وخصك تعلم الماركتينغ اجي ينفعك في اي حاجه في حياتك. وبزاف ديال الناس علاش بغيت ندير هذا الفيديو هذا تيصيفطوا هاد الايام تيقول لي اخويا هاد الدوره هادي ديال 2010 ديال 2011 خونا هذوك راه الفونديشن هذوك لي باز ما عمرهم كيموتوا. شتي لي باز ديال الطب ديال 1970 باقي خدامين بهم ليومين هذا. لي باز ديال اي مجال لي باز ديال الماركتينغ ديال 1950 1940 باقيين هما لي باز الى يومنا هذا. وبالتالي خصك تعلم لا باز ولا بد خصك تولي فيها ماستر عاد دوز لشي حاجه اخرى. يعني احنا حيدنا لي باز خصك تولي فيهم طيار. حاجه اخرى هي بلا ما تجي اليوم تدوي فيسبوك ادز تيك توك ادز هذا الشيء انا نقول لك دير ليه بحال هكا احسن من دير وانسان. شوف ملي تعلم الماركتينغ قال لك كتفكر بواحد العقليه اخرى عقليه ديال الميديا باي قال ليش كنستعمل هذا وهذا هي الحقيقه اش فيهم واحد الناس وانا باغي نسيب لي دوك الناس بكل بساطه علاش كنستعملهم. يعني انت ملي تجي تعلم الماركتينغ تعلم الميديا باي تعلم الماركت ريسيرش قبل ما نبدا شي حاجه خاصني نعرف السوق فاش باغي نبيع والبرودوي اللي باغي نبيع. مثلا شي برودوي ديال العيالات ديال التجاعيد شكون هما اللي غادي تسيب لي انا اوديونس العيالات البيهيفيورز ديالهم واش كاين شي حاجه كتميزهم واش كيشريو شي براند اخرى ممكن تارجيتهم عن طريق ديك البراند ممكن سيغمونطاسيون يعني شحال مثلا اشنو هو السيغمون ديال لاج اللي غادي نتارجيتيو. هادشي كامل غادي تتعلمو الا مشيتي قريتي الماركتينغ سواء قريتي الماركتينغ في ليكول سواء برا ليكول. انا ما تسمحش لي نقرا في ليكول ولكن تسمح لي انا ريحت مع راسي جلست شهورا تقريبا شي 3-4 موا سديت على راسي ديك الدوره ديال ايبن بيغان ماركتينغ ستيب باي ستيب حفظتها هادشي ملي غادي تستافد ملي غادي تفهم الماركتينغ وتفهم غادي تفهم بلي انت اشنو كدير الميديا باينغ. ما تبقاش تقول لي فيسبوك سد ليا تيك توك سد ليا تيجيب لك هادو راهي واحد الاداه باش كتوصل للناس ولكن راه خاصك تقرا لي باز ماشي باغي ندير الفلوس. بغيتي دير الفلوس خاص ديفلوب واحد المهاره لان راه ممكن ديك التكنيك ديال فيسبوك ادز لا عرفتي اليوم ما تبقاش خدامه وصافي سالات ساعات. ولكن الناس اللي تعلموا لي باز بحال لي باز ديال الماركتينغ لي باز ديال الاي سي او لي باز ديال الايميل ماركتينغ داكشي اللي خدمت به في 2010 2011 باقي خدام الى يومنا هذا خاصك تجلس تقرا وتعلم. حاجه اخرى ملي كندوي على الاي كوميرس راه فيه بزاف ديال الحوايج فيه اللوجيستيك فيه الكول سنتر. انت ما كتتصلش وتكونفيرمي اللوجيستيك انت ما كتستوكيش السلعه عندك وكدير الفيلمنت البيك الباكيس السلعه ديالها في كارطونه في الفيلم ما كديرش هادشي. حاجه اخرى البيمنت انت ما كتمشيش توصل وتا تاخذ الكاش يعني كاين اللي كينوب عليك في هادشي كامل كاين اللي كينوب عليك فيه. وزيد هنا راه بزاف ديال الحاجات كاينه اللوجيستيك راه بقى نقول لك ستوكاج جيب سلعه تجي وانا هادشي كامل حيد. يعني انت فاش دابا باش تنجح خاص تركز في حاجه وحده هي انك تولي ماركتر. راه ملي كنقولوا الاي كوميرس زعما انا الهدف ديالي هو ما كرهناش نصنع واحد 100000 ماركتر في المغرب. 100000 ماركتر تقول لي يا اخي سيمو هاد 100000 ماركتر كاملين غادي يخدموا هاد 100000 ماركتر محتاجهم العالم. كاين اللي غادي يمشي يدير الماركتينغ في الشينو كاين اللي يمشي يديروه في دول اسيا كاين اللي يديروه في الشرق الاوسط كاين اللي يديروه في اوروبا كاين اللي يديروه في الامريك وكاين اللي يديروه في امريكا اللاتينيه. هاد الرقم هذا والو ولكن خاص الدراري يريحوا يقراوا يتفورما عاد يدوزوا لهاد الشيء وهاد الشيء وديك الساعه يبداو يبنيو واحد الاكسبيريونس والفيوتشر الدراري راه كبير. الا وليتي ماركتر ريال ماركتر ممكن تخدم مع اي شركه مع اي واحد مع اي مؤسسه. شتي المؤسسات الكبار اليوم تيجيو عندنا تقول لنا بليز مؤسسات كبار في المغرب المؤسسات الكبار تيجيو عندنا تقول لنا عافاك تكلفوا لنا بالماركتينغ. حنا ما مسالينش حنا كون عرفنا شي واحد اللي نيت مدوز اش كنسموه البيرفورمانس ماركتينغ اجي بعدا هاد الحاجه ما كايناش في المغرب. الدراري كاملين اللي داروا معايا بيرفورمانس ماركتينغ ديك الساعه سواء مصريين سواء اردنيين اليوم خدامين في دبي بشي مبالغ خياليه. كاين واحد السيد كنعرفو خدام فارفيتش هذا هو اعيا واحد الصالير ديالو 15000 دولار في الشهر بلا لي كوميسيون بلا التامينات بلا الصداعات بلا هادو الدراري
حنا ما كاينش عندنا غير كلمه بيرفورمانس ماركتينغ اصلا كتقول ما فهمناش خاص تفهم. شتي الا وليتي ماركتر ناضي مطلوب راك مطلوب. يعني مساليه بغيت نتعلم فيسبوك ادز تيك توك ادز يقدر هو الفيوتشر. هادو كاملين دي زوتي تعلم هذا تعلم لي باز ودوز للخدمه. يعني شوف ملي تجلس تقرا هادو وتقرا هي لي باز غادي تحلو عينك على بزاف ديال الحوايج. والدوره ديال ابن بيغر ما عرفتش باقا ولا ما باقاش على حقاش بان لي السبب تيبارطاجو منها دي سكرين شوت راه باقا. وما تقولش ديال 2010 2011 يقدر هادشي قديم. لا حنا راه ماشي مسلسل هادو هادوك دي باز. يعني يقدر لي باز ديال اي مجال لي باز ديال طنجرت تيبقاو هما لي باز. لي باز ديال الطب هما لي باز. لي باز ديال الصباغه تيبقاو هما لي باز. لي باز ديال الايميل ماركتينغ باقيين هما لي باز. حتى شي حاجه ما تبدل الشباب. قرا لي باز ما تضيعش وقتك. هادشي تخلي عينك تحلو على بزاف ديال الحوايج. ملي تحلو بينك عينك على بزاف الحوايج ملي تقرا وتوعى غتجبالك لوبورتينيتي وتوكل على الله.